نشرة أخبار 5:15 من صوت لبنان مع أطيب تحيات إلسي كفوري، ناتالي المر وجوزيف كريم. العناوين: الحريري إلى مصر قبل حسم خياره. بعد عن 4 أو 5 أيام لمحاولة إيجاد مخارج أخيرة. جنبلاط مع التحقيق اللبناني في جريمة المرفأ ويدعو للتنازل لتشكيل حكومة. حكومة المستقيلة تستطيع أن تقوم بإجراء تستطيع. الصيادلة يعلقون إضرابهم ليومين. إذا تم النكس بالوعود فنحن مضطرين إلى إعادة التسكير ابتداء من نهار الأربعاء. رئيس الوزراء الإسرائيلي: لبنان يدفع ثمنا باهظا بسبب سيطرة إيران عليه. بلجيكية أصيبت بمتحورين في الوقت نفسه. الحريري يطير مجدداً إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أن يحسم خياره النهائي الأسبوع المقبل. صحياً هل يفرج عن الدواء قريباً بعد وعد من وزارة الصحة بإصدار لائحة بالأدوية وتصنيفها الثلاثاء؟ الصيادلة وفي خطوة تعبر عن حسن النية علقوا إضرابهم ليومين إلى حين التنفيذ. أما حياتياً الفرج على صعيد أزمة المحروقات بعيد المنال، وطوابير السيارات ستبقى مع الاستمرار في تقنين البنزين. أولاً في المواقف من الحكومة، دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط خلال جولة على بلدتي بريح والفوارة في الشوف إلى تنازل الفريقين لتشكيل حكومة توقف الانهيار. السفيرة الفرنسية قالت بشكل واضح وصريح للحكومة المستقيلة، لكن حكومة تصريف الأعمال، قالت له: كنت تستطيع وتستطيع اتخاذ إجراءات لمنع الانهيار الاقتصادي ومخاطبة الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وانتظار الحكومة الجديدة بعد أن يكون هناك تنازلات من الفريقين من أجل تشكيل الحكومة الجديدة. فنأمل حكومة المستقيلة تستطيع أن تقوم بإجراء تستطيع. نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش حدد التوجهات في المسار الحكومي، مشيرا في حديث لكواليس الأحد من صوت لبنان إلى أن كل المحاولات مع فريق بعبدة فشلت. مبدئيا الاعتذار طالما الأفق مرزوق. بعد عن 4 أو 5 أيام لمحاولة إيجاد مخارج أخيرة، ولكن أنا قناعتي بالأساس أنه فريق رئيس الجمهورية لن يقبل إلا بحكومة حاضر يقيل وقت اللي بده، لأنه يعني يطلع عليه هو لحظة الفراغ الرئاسي ولحظة الفراغ النيابي، فبهمه أن يكون هناك حكومة مستقيلة أو مقالة حتى يضل موجود بأسر بعض. نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ اعتبر في حديث للبرنامج عينه أن حزب الله هو الآمر الناهي في لبنان، وهو يراوغ حاليا رابطا الملف الداخلي بالمفاوضات الأقليمية والدولية. اليوم الفرنسيين باسم الاتحاد الأوروبي وباسم المجتمع الدولي وبدعم كامل منهم رح يعمل خطوات من هون، هيدا اللي خلى حزب الله مثلا قلق ويستنفر ويعتبر انه هذا انتداب والى ما هنالك. نقول ما نوقف عند التسميات، مره الاستعمار مره الانتداب مره كذا. نحن عم نقول انه انتم محتلين لبنان بالقوه، حزب الله واللي مشغلوا لحزب الله، انتم محتلين لبنان بالقوه واخذتوها للخبريه وبينتوا عن فشلكم وسقط مشروعكم بلبنان، لانه الانهيار ليس دليل نجاح لاي مشروع. وبالنتيجه اليوم يعني إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، خلوا الشعب يعيش، خلصنا بقى من خبرية الانتداب وغير الانتداب، خلوا الناس والمجتمع الدولي اللي بده يساعد هالناس يقدم النموذج البديل، وإجا وقت بقى نتوضع كلنا سوا ونخلي لبنان والشعب اللبناني يعيش بكرامته، لأنه ماذا ينفع إن حررت الأرض واستعبدت الإنسان.
وأكد الصايغ العمل مع المجتمع الدولي على تأمين استمرارية الدولة وصمود الشعب حتى الانتخابات، لافتا إلى أن انتخابات لبنان ستكون بدون سلاح حزب الله. نحن نتجه إلى تشكيل جبهة قادرة تقدم 128 مرشح على كل لبنان، بدنا نشوفها على الكبير وتقدر تخوض الانتخابات وتخلق رأي عام على كل الأرض اللبنانية. نحن عم نشتغل مش لوحدنا، نحن جزء من مجموعة، نحن منقدم الأفكار، عنا خبرة بالتنظيم السياسي وعنا كتير دروس تعلمناها من التجارب، وهذا بخلينا نحن أنه نكون يمكن بموقع طليعي من ناحية التنظيم. إنما آليات القرار الديمقراطية وكيف الطريقة عم تنسج كلها سوا بتدل على أنه في شيء جدي عم ينعمل. رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت رأى أن لبنان على شفا الانهيار كما كل الدول التي سيطرت عليها إيران، وأن سكانه يدفعون ثمنا كبيرا بسبب سيطرتها عليه. وأعلن بنت مواصلة التأهب ومتابعة ما يجري في لبنان عن كثب. إلى ذلك نقل موقع والله عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها أن سقوط لبنان يقرب إسرائيل من الحرب، متحدثة عن ضرورة دعم أمريكا للجيش اللبناني قبل حصول فراغ يستغله حزب الله وإيران. الرابع من آب والعد التنازلي مستمر وصولا إلى أحياء الذكرى السنوية الأولى للمأساة. عائلات الشهداء لا تزال تنتظر الحقيقة كاملة في وقت تتقن السلطة فن تمييع التحقيق والمماطلة في رفع الحصانات. مدير المخابرات السابق العميد كميل ظاهر سيمثل أمام المحقق العدلي غدا عند الساعة 1 من بعد الظهر برفقة وكيله القانوني المحامي مارك حبا. البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي دعم القضاء لكشف حقيقة تفجير المرفأ سائلا: مما تخافون إن كنتم أبرياء؟ إننا ندعم القضاء لبلوغ الحقيقة وفق عمل نزيه ومتجرد بعيدا عن الضغوط السياسية، ونطالب الجماعة السياسية تسهيل عمل القضاء ويدمي القلب أن يجعل السياسيون من رفع الحصانة عن وزراء ونواب وعسكريين استدعاهم القضاء لسماعهم أن يجعلوا منها قضية تفوق ثمن دماء 200 ضحية ودموع أهليهم النازفة ومصيباتهم وثمن آلام 5000 جريحاً. المطران اليسعودي قال في عظة الأحد: البريء لا يخشى شيئا ولا يتمسك بحصانته، لأن الحصانة تسقط أمام الحس بالمسؤولية الوطنية والواجب الإنساني، ولأن الشهادة أمام القاضي ليست عيبا، إنما التهرب من الإدلاء بالشهادة مريب، والتشكيك بالتحقيق نسف له وطعن للمظلومين. وأضاف عودي: الاستهانة بأرواح اللبنانيين جريمة. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط غرد كاتبا: أما وقد وقفنا بكل قوتنا مع التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كذلك نقف اليوم انسجاما مع أنفسنا مع التحقيق اللبناني في جريمة انفجار مرفأ بيروت وما خلفه من مئات الضحايا وألاف الجرحى وخراب ودمار لا مثيل لهما. رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق ويام وهاب كشف في تخريدة أن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت سيعلن وجبة جديدة ستطال أسماء كبيرة، والأكثرية في المجلس لن تكون مضمونة لصالح عدم رفع الحصانة. هذا يعني انقساما مسيحيا إسلاميا داخل المجلس، مضيفا: أصبحت خائفا من مشاكل أمنية. ما هي المسارات التي سيتخذها التحقيق بعد بدء تمييع رفع الحصانات؟
الجواب في هذا التقرير لمروان الأدوم. مسار جديد للمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بعد أشهر على درس الملف بمعطياته وحيثياته خلص إلى استدعاء وملاحقة والادعاء على عدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وقادة أجهزة أمنية سابقين وحاليين وعدد آخر من الضباط أهالي شهداء المرفأ ومن ورائهم الشعب اللبناني، رأوا في هذه الخطوة بصيص أمل على طريق الحقيقة والعدالة على قاعدة كل معني مسؤول ومدان حتى إثبات العكس، ولكن في المقابل بدأت السلطة من وزارات ومجلس نواب بتمييع طلبات رفع الحصانة وصولا إلى عدم إعطائها، مما يوصل التحقيق والقاضي بيطار إلى طريق مسدود كما أكد الباحث الحقوقي طارق الغريب. من المؤكد أن جريمة تفجير المرفأ هي من الجرائم الكبرى التي لا يمكن أن يتوقف التحقيق فيها عند أي حصانة، وإنما قام به القاضي بيطار لناحية طلب الإذن من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هو لوضعهما أمام مسؤوليتهما تجاه الشعب اللبناني وتجاه أهالي الضحايا بالنسبة لتفجير المرفأ. إن طلب المستندات الإضافية لرفع الحصانة هو هرطقة قانونية قامت بها هيئة مكتب المجلس، إذ أن المادة 40 من الدستور اللبناني واضحة لناحية كيفية ملاحقة النائب أثناء انعقاد الدورة العادية والدورة الاستثنائية، ويمكن للقاضي بيطار بعد انقضاء الدورة العادية والدورة الاستثنائية متابعة الملاحقة، وإن الحصانة الممنوحة للنائب هي حصرا في الدورة العادية والدورة الاستثنائية لا أكثر ولا أقل. مدعام تمييز له دور أساسي في عملية الحفاظ على مسار التحقيق والدفع نحو إظهار الحق والعدالة، فأي خيار أمامه اليوم للرد على طلب المحقق العدلي بحسب رأي الغريب؟ إن التعديل الأخير للمادة 61 من قانون الموظفين ألزمت مدعام التمييز بمهلة قانونية وهي 15 يوما للرد على الاستئناف المقدم من المحقق العدلي، فهو أمام خيار من اثنين: إما إعطاء الإذن بالملاحقة وبالتالي فسخ قرار وزير الداخلية، أو رد طلب الإذن، وفي حال رد طلب الإذن بالتالي لا يمكن ملاحقة اللواء عباس إبراهيم بجريمة المرفأ. الأيام القادمة حاسمة في ملف حقيقة من أهمل أو شارك أو تواطأ في تفجير المرفأ، وكل معرقل للحقيقة يتهم نفسه قبل أن تتهمه العدالة. مروان الدوم، صوت لبنان. أكد رئيس أمين الجميل أننا تمكنا من إعطاء الأولوية للقضية اللبنانية ولمصلحة لبنان ولتحرير الأرض، ولفت في ذكرى شهداء كفر عبيدة التي أحياها قسم كفر عبيدة الكتائبي إلى أن الكتائب لطالما كانت تنادي بالوحدة والتضامن لتحقيق الهدف الذي يخدم مصلحة لبنان. وذكر رئيس الجميل أن انتخابه رئيسا للجمهورية حصل نتيجة إجماع لبناني، وقال: لم أكن لأقبل يومها لو لم يكن هناك إجماع علي. ومن هنا نذكر من لديه أدنى شك أننا رواد وحدة ومصلحة وطنية عليا، ولسنا رواد أنانية ومصالح ذاتية وتفرقة وتمسك بأهداف خاصة وأنانيات فئوية قاتلة، مضيفا: نحن نذرنا حياتنا من أجل لبنان ووحدته وسيادته. بعد الفاصل، الطفلة جوري ضحية استلشاء السلطة. السادسة وثمان دقائق، لحظة خيانة، تدمير مدينة، قتل شعب. صوت لبنان تحمل القضية، الحقيقة للرابع من آب، معا لبيروت. الطفلة جوري مازن السيد وقعت ضحية أزمة فقدان الدواء والسياسات الخاطئة واستلشاء السلطة. ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة الطفلة وهي من بلدة عنود في الإقليم، قيل أنها توفيت بسبب حرارتها المرتفعة وعدم توفر الدواء.
العائلة أوضحت أن الطفلة كانت تعاني من التهابات قوية وتحتاج إلى دواء معين لكنه مقطوع، فتم اللجوء إلى بديل له لم يناسب جسدها، مما سبب لها اشتراكات وارتفاع بدرجات الحرارة. نقلت على إثرها إلى مستشفى المركزي في منطقة مزبود، لكن المستشفى لم يكن مجهزا، وكانت الطفلة بحاجة إلى دخول العناية الفائقة، فحصلت محاولات عديدة لتأمين سرير في مستشفى آخر، إلا أن الوقت كان قصيرا ولم تتمكن جوري من الصمود وفارقت الحياة. مستشفى مزبود أوضح من جانبه أن الطفلة أحضرت إلى قسم الطوارئ في المستشفى بحال حرجة مع نقص حاد بأكسجين الدم وبقع زرقاء على الجسم، وأعطيت العلاج الكامل المناسب مع كل ما يلزم من أدوية مع توفر قسم للعناية الخاصة بالأطفال. ولاحقا اتخذ قرار خارج عن إرادة الطاقم الطبي وعن موافقته بنقل الطفلة لمستشفى آخر، مع التحذير بخطورة الحال من دون وجود وسيلة نقل مجهزة. وأكد المستشفى أن الطفلة أخرجت من قسم الطوارئ بسيارة خاصة بعد التوقيع على ورقة عدم مسؤوليته، لتعود بعد دقائق بحالة توقف قلبي وهبوط رئوي، وأخضعت لعملية الإنعاش من دون نتيجة إيجابية. الصيادلة علقوا إضرابهم ليومين بانتظار تنفيذ وعد وزير الصحة. المرشح لمنصب نقيب الصيادلة جو سلوم تحدث لصوت لبنان. صيادة لبنان وتجمع أصحاب الصيدليات قرروا ابتداء من التنين إعادة القيام بواجبهم الإنساني وفتح صيدلياتهم، على الرغم من عدم توفر معظم الأدوية، وعلى الرغم من المخاطر الأمنية والنفسية وشتى أنواع الاعتداءات اللي عم يتعرضوا لها. وهذه الخطوة هي للوقوف كما على الدوام إلى جانب كل مواطن، وبادرة حسن نية تجاه وعود المسؤولين بالإفراج عن الأدوية وتسليم الدواء للصيدليات مع اللوائح المدعومة والغير مدعومة. وأما إذا تم النكس بالوعود فنحن مضطرين إلى إعادة التسكير ابتداء من نهار الأربعاء، حفاظا على أرواح الصيادلة وبسبب عدم توفر الأدوية لدينا. حذر رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي من عدم قدرة القطاع الاستشفائي على استيعاب أي موجة جديدة من الكورونا، وقال لكواليس الأحد من صوت لبنان: نحن مفروض نمشي هلأ بخطين متوازيين، بنفس الوقت نحضر حالنا منشان كورونا للخريف، وبنفس الوقت نمد القطاع الصحي بجرعة أكسجين منشان يقدر يقف القطاع الصحي على إجراء إذا لا سمح الله صار في تفشي. الكلفة الاستشفائية للمستشفيات كتير كتير عالية، مؤسسات الضامنة مش قادرة تدفع عن مرضاها دخولهم على المستشفيات، على اتقادوا منهم المستشفيات فوقات عالي. طلبت نقابة المستشفيات رفع التعرف 3-4 أضعاف. المؤسسات الضامنة جمعناهم بلجنة الصحة عدة مرات، ما عندهم القدرة المالية على أساس يرفعوا التعريفات، ويعني نحن في وضع صحي واستشفائي كتير صعب جداً. أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب ابتداء من صباح الخميس المقبل وحتى يوم الجمعة في 23 من الحالي، على أن يغادر الموظفون مراكز العمل عند الساعة 2 من بعد ظهر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين. وفي ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعصف بالبلد، افتتح بعد ظهر اليوم في ساحة شهداء مقابل مسجد الأمين سوق أبو رخوصة، الذي يضم عددا من البسطات لعدد من التجار بأسعار رخيصة جدا عن أسعار الأسواق، وتضم ملبوسات وأدوات منزلية وغذائية وحرفية وأدوات تنظيف ومونة. تعرضت قاعدة قوات التحالف الدولي في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور لقصف بعدد من القذائف الصاروخية. حذر وزير الري العراقي من اللجوء إلى المجتمع الدولي إذا لم تلتزم إيران بإطلاق حصة العراق المائية.
في أول لقاء رسمي منذ جائحة كورونا، التقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز سلطان عمان هيثم بن طارق في نيوم. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن زيارة سلطان عمان تعكس رؤية مشتركة تجاه أمن واستقرار المنطقة. حذر وزير الخارجية اليوناني نيكوس دانديس من أن تركيا تحاول إقامة وجود عسكري دائم في كثير من الدول، معتبرا أن هذا الأمر قد يكون عاملا لزعزعة الاستقرار. وزير الدفاع التركي خلص إلى أن الوزير اليوناني يواصل الاستفزاز وانتهاك الاتفاقيات الثنائية. قبل مواصلة قراءة الأخبار العامة، نشير إلى أن وزارة الصحة أعلنت قبل قليل عن تسجيل 314 إصابة بكورونا وحالتي وفاة. ومن أخبار كورونا العامة، أعلن باحثون بلجيكيون عن حالة غير مسبوقة لامرأة تسعينية توفيت في أذار الماضي جراء مضاعفات كوفيد-19. تبين أنها أصيبت بصورة متزامنة بمتحورين لفيروس كورونا هما ألفا البريطاني وبيتا الجنوب أفريقي، في ظاهرة قالوا أنها تمت الاستهانة بها. إلى ذلك، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن شركتي فايزر وبيونتك ستقدمان للسلطات الأمريكية في الأيام المقبلة معلومات حول ضرورة أخذ جرعة معززة من لقاحهما المضاد لفيروس كورونا. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ الجو غدا غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 24 و 32 درجة وتشكل ضباب خفيف على الجبال. كان في النشرة الحريري إلى مصر قبل حسم خياره. بعد 4 أو 5 أيام لمحاولة إيجاد مخارج أخيرة. جنبلاط مع التحقيق اللبناني في جريمة المرفأ ويدعو للتنازل لتشكيل حكومة. حكومة مستقلة تستطيع أن تقوم بإجراءات، تستطيع. الصيادلة يعلقون إضرابهم ليومين. إذا تم النكس بالوعود فنحن مضطرين إلى إعادة التسكير ابتداء من نهار الأربعاء. عدد كورونا يسجل 314 إصابة جديدة وحالتي وفاة. رئيس الوزراء الإسرائيلي: لبنان يدفع ثمناً باهظاً بسبب سيطرة إيران عليه. بلجيكية أصيبت بمتحورين في الوقت نفسه. ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من صوت لبنان.